طيب رابع حاجة، من أكتر الحاجات المضادة للأكسدة المقاومة للسرطانات وخاصة سرطان البنكرياس اللي هو رابع أصعب أنواع السرطانات على الإطلاق، هي العائلة الكرومبية اللي هي البروكلي والأرنبيط. مضادات الأكسدة المهمة جدا اللي فيها مميزة جدا، بس عشان تستفيدوا من الحاجات دي لازم نعرف حاجة، إن المواد دي النباتات دي زي البروكلي والأرنبيط الحاجات دي بيبقى فيها مواد فعالة المفروض ما بتبقاش نشطة. بيبقى فيها جلايكوسينولايت، دي المادة الفعالة اللي جواها اللي المفروض بتدلنا أو من ضمن مميزاتها ان هي مضادات أكسدة قوية جدا لمحاربة السرطان، فعلا بتحارب السرطان، بس ما ينفعش نقوم جايبينها وطهينها كده على طول، كده بتتكسر ما بنستفيدش منها. عشان نستفيد منها صح المفروض الجلايكوسينولايت دي لازم تتقطع، لازم الأرنبيط والبروكلي يتقطعوا الأول أو يتقطعوا بأي حاجة أو يتحطوا حتى في خلاط، المهم يتقطعوا الأول قبل الطهي ويتسابوا حوالي 7 دقايق أو 10 دقايق قبل الطهي. ليه؟ التقطيع ده نفسه بينشطهم، بينشط المادة دي للشكل النشط بتاعها، إنما لو عملنا طهي ليهم أو سخناهم من غير ما يحصل تقطيع ليهم بسكينة ولا بأي شكل في المطبخ بتفضل شكلها الغير نشط وبنفقد قيمتها. فعشان تتحول لمادة السولفارافين، دي المادة الفعالة أو النشطة في الحاجات اللي هي الأرنبيط والبروكلي، لازم يتقطعوا ويتسابوا 10 دقايق وبعدين يتطبخهم، ولما يتطبخهم يبقى بالبخار حاجة هادية، نار هادية، عشان برضو ما نكسرش المواد دي. فيبقى عندنا كنز زي ده وبنبوظه من خلال ان احنا مش بنعرف الطريقة الصح بالتعامل معه.